علي بن أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأول من ولد في جوف الكعبة من الهاشميين. تعددت الروايات في تحديد السنة التي ولد فيها، حيث روي أنه ولد قبل البعثة بعشر سنوات، وهناك من قال أنه ولد قبل البعثة بخمس عشر سنوات أو ستة عشر سنة. تربى علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملازماً له أينما ذهب، فقد تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بعلي بعد أن أصابت قريش أزمة شديدة تضرر الناس بسببها، وكان أبا طالب كثير الأولاد، فأتاه النبي مع العباس ليكفل كل منهما أحد أبنائه فيخففا عنه، فكفل العباس جعفر وكفل النبي عليا. لقب بأبي الحسن وبأبي تراب، وهي كنية أطلقها عليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجده راقدا في المسجد وقد أصاب جسده التراب بعد أن سقط الرداء عنه، فأخذ النبي يمسح التراب وهو يردد: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يذكر أنه كان قبل الإسلام حنفيا، لم يسجد لصنم قط طيلة حياته. وفي قصة إسلامه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها، فرأوهما يصليان، فاستغرب ذلك وسأل النبي، فأخبره بأمر الإسلام، فتعجب علي من ذلك الأمر، وأراد أن يخبر أباه، فأوصاه الرسول بالكتمان. وفي اليوم الذي يليه جاء علي إلى النبي وقد وقع الإيمان في قلبه، فأسلم وكتم إسلامه، وكان أول من آمن من الصبيان، كما أنه من العشر المبشرين بالجنة. شارك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الغزوات جميعها، ولم يتخلف إلا عن غزوة تبوك. كان علي رضي الله عنه يعلم أنه سيموت قتلاً، فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فقال: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه حتى يبل منها هذه، يعني لحيته. وقد استشهد على يد ابن ملجم حيث جلس يراقب موضع خروجه، فلما خرج يوقظ الناس للصلاة ويقول: الصلاة الصلاة، ضربه ابن ملجم بالسيف إلى جانب رأسه فسال دمه الشريف على لحيته.